أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات جود فود إيجي. النهاردة هنعمل مع بعض عصير المانجا بتاع محلات العصير اللي احنا بنلاقي فيه قطع وطعمه جميل. لو احنا جبنا مانجا لازم المانجا تكون إما زبدية أو فونس أو صديقة أو تومية أو صنارة، هي اللي تنفع في العصير ده. طبعا هنغسلها بليفة جديدة زي ما انتوا شايفين كده، غسلناها كويس بليفة جديدة عشان هننقع القشر ده في مية. خلي بالكم المانجا السكري مش حلوة قوي في العصير ده بتاع المحلات. طبعا احنا هنبدأ نقطع المانجا عشان نطلع اللحم اللي جواها بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين، الطريقة اللي احنا بنعملها زي الطبق عشان ناكلها بالمعلقة بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده، واخدين بالكم. نقطعها كويس، عندها معانا احنا كيلو مانجا، كيلو مانجا عشان ايه اقولكوا على المقادير بالظبط، عايزين تزودوا زودوا المقادير. نبدأ نطلع اللحم زي ما احنا شايفين كده. طبعا هو باين لكم دلوقتي كبير بس احنا هنعمله بايدينا، يعني نقطعه بايدينا. طبعا القشر هنحطه في حلة هنا عشان هننقعه في مية، هو والبذر، عشان البذر والقش يبقى فيهم مادة عاملة زي الجيلاتين، هي بتتقل العصير أصلا، بالذات القش بالذات البذر. هنبدأ دلوقتي نشيل اللحم اللي على البذر. شايفين على قد ما نقدر نشيل اللحم والبذر طبعا بايدينا كده، او عايزين بالسكينه براحتكم، احنا عايزين نعصره نطلع كل اللي فيه عشان البذر بيدي طعم جميل جدا ونكهه خطيره، وليه في جواه في يعني حواليه ماده زي الجيلاتين هي اللي بتمسك طعم العصير. دلوقتي اللحم كله طلعناه، وده القش، القش طبعا نحط عليه لو كيلو مثلا نحط عليه مثلا نص لتر مية أو 3 كوبايات مية زي ما انتوا شايفين كده، دلوقتي نص لتر مية. نبدأ ايه ندعك القش، شوفوا بدأ يلون المية أصلا. هنسيب القش كده ايه مع نفسه كده منقوع في المية ربع ساعة، ونبدأ نعمل اللحم بايدينا زي ما احنا شايفين عشان نخليه قطع صغيره ما بتضربش في الخلاط، لو اتضرب في الخلاط هيبقى مش قطع. احنا عايزين نعمل عصير يتشرب ويتاكل في نفس الوقت، احنا ممكن نقدمه للضيوف مع معلقه بالكم عشان لو في قطعه كبيره ممكن الضيف يتهاج ايه يشربها يعني. بس هي بتبقى ليها نكهه جميله عما تبقى قطع، هي المانجا كده يعني حلاوتها ان هي تبقى قطع. دلوقتي القشر اهو زي ما احنا شايفين بلون المية هو والبذر، وانا حطينا سكر حطينا مثلا 6 معالق سكر على الكيلو، وبعد كده نضربهم في الخلاط، دوبناهم كويس زي ما احنا شايفين في الحلة كده، دوبنا كويس السكر مع البذر ممكن عايزين تحط السكر على المية في الخلاط عادي يبقى أحسن. ضربنا المية بس من غير اللحم، جبنا اللحم اهو زي ما احنا شايفين اللي احنا عملناه بإيدينا، وهنصفي المية عشان لو في أي قشرة أي شعر من الشعر بتاع البذر ما يضايقناش واحنا بنشرب العصير. زي ما احنا شايفين كده طلع ايه شوية قشر بسيط. هنبدأ نقلب بالمعلقة
عشان كل ما نقلب كل ما تتقل معانا، يتقل معانا العصير. خدين بالكوا كده، وانا عايزينه تقدموه بسرعة ساقع. حطوا حتة تلج مع الايه، مع اللحم ده وانتوا بتقلبوا عشان يسقع معانا. هو ده العصير بتاع المحلات، جايبه من واحد صاحبي بتاع محل عصير بأمانة ربنا، زي ما هو عمله كده بالظبط. القطع كلها مع العصير، خلي بالكوا طبعا احنا عاملينه بمية عادية. لو عملناه بمية ساقعة طبعا ايه، وحطناه في التلاجة، هيبقى ايه زي ما انتوا شايفين كده. شايفين العصير بعد ما قلبناه كويس، شايفين عامل ازاي مع القطع بتاعته، شايفين ده يتقدم مع للضيف بالمعلقة بحاجة ايه، قولي له اشرب وكل في نفس الوقت. وألف هنا وشفا على قلوبكم، يا رب يكون أفدتكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وشكرا جزيلا.